مرحبا واهلا وسهلا فيكم في قناتي. اذا ما عملتوا سبسكرايب لهذه القناه اعملوا الان، فعلوا جرس التنبيهات، واكيد لازم تحضروا الفيديوهات السابقه والفيديوهات الجايه. ويلا نروح. مرحبا اهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع. اليوم عندنا ثلاث بوكسات، واحد اثنين ثلاثه، مش من امازون، شريناهم من عدة اماكن مختلفة. هذا من وش، خلينا نشوف شو فيه يا جماعة. وش اللي بيعرفوا هو عبارة عن زي امازون بس من الصين بيجي، وعادة طريقتهم غريبة جدا و بياخذوا وقت في الشيبينج، بياخذوا وقت مش زي امازون يوم يومين ثلاثة، هدول بياخذوا شهر تقريبا. بس يعني اسعارهم بديش احكي اغلى وارخص. جوا هذا الباكج في اثنين، خلينا نشوف شو في بالكبير بعدين ندخل على الصغير. اوكي هذا الكبير، اوكي هذا عبارة عن بدلة رياضة، يعني ماشيتها كويسة، حجمها جبنا لارج فشوية صغيرة مش اللارج هاي مشكلة الملابس اللي بتشتروها. شوف البلوزة بوما هيك سكوت، شوية بنطلون صغير، بس بشكل عام يعني it looks good. اوكي ماشي هيك ناعمة. سعرها كان $25 زائد او $22 زائد $15 شيبينج، فبشكل عام طلعت حوالي اقل من $40. الشغلة الثانية اللي هي هاي، هاي عبارة عن اللايت كيور جلو. مختصر هو هاي عبارة عن ايش هذا جاي مكسر. طيب خليني افتحها وارجيكم هي عبارة عن لاصق مزيق عادي بس بجمد باللايتس. هذه نازلة جديد طبعا، خلينا نجربها. هذا اللايت، اوكي هذا هو اللايت زي شايفينه بلو لايت، ومفروض هون اللاصق، ايوه هون، اوكي مفروض لما تحطه على مكان حلو بعدين بتحط هذا بنجمد عليه زي مبدأ. هذا بيطلع معبي الدنيا زي اللايت كيور تبع الأسنان. هذا شكله مش عارف. anyway هذا الأول، خلينا نشيل هاي. الآن نفتح هاي، هذه أتوقع أنا إنها صح. طيب أوكي، هذا عبارة عن مودم جديد، مودم للإنترنت، ومعاه بوكس تبع تلفزيون. اوكي هدول طلبناهم من روجرز عشان نستخدمهم في عمل تحديث للانترنت. هذا بيجي معاه بيجي انترنت سريع، مفروض اسرع انترنت موجود الان، بلس بيجي معاه تو بادز عشان الواي فاي بحيث انه يوزع الواي فاي صح، فهو يعتبر من افضل واي فاي موزع. وهذا على حكيهم انه تبع التلفزيون، بتقدر تشبك عليه النتفليكس ومش عارف شو والتيوب واليوتيوب، يعني هذا مع انه عندنا واحد بس. هذا بعتوه، اوكي هذا للترجيع. واخر شغله جبناها اللي هي برينتر. هذا البرينتر صراحه سعره $140، كان نازل عليه هاف برايس من وول مارت،
فشريناها. جيكو يا اوكي. هذول المشكلين، هذول مشكلة في البرينتر يا جماعة. الكارترجز يعني بتشتري البرينتر ب$60 $70، الكارترج بيطلع عليك نفس السعر. فانيوي هذا البلاك وهذا الكالرفول، كل شركات البرينتر شغالة على هذا المبدأ. هنا اورجيك البرينتر. هذا الحلو فيه انه فيه كمان سكانر. ايام زمان كان ادم يساعدني بالشغلات هاي. هلا اوكي في سي ديز. اوكي هذا هو البرينتر بشكل عام. اوكي هون اعتقد السكان، بيعمل السكان و يعني برينتر عادي. وهذا الكيبل تبعه، طبعا هو في واي فاي هذا، والحلو فيه انه في سكان وبرينتينج. بشكل عام اي الشغلات اللي جبناها، ان شاء الله تكونوا انبسطتوا. تابعونا في حلقات قادمه ونراكم. سلام للجميع. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.